إلى غاية يوم أمس يعني بالتاريخ والوقت المحدد لتلقي الترشيحات بالنسبة فخلال أجل القانون بلائحة وحيدة لعضوية المكتب السياسي والتي يترأسها أو وكيل لائحتها هو الأخ سعيد حمزازي واحدة ووحيدة لعضوية المكتب السياسي وكيلها الأخ سعيد حمزازي. الحركة الشعبية دور الأولى للمجلس الوطني وبجدول الأعمال طبعا بعد الكلمات السياسية اللي ألقاها كل من الأخ رئيس الحزب السيد محمد أنصر والأخ الأمين العام للحزب الأخ محمد وزيد تم التصويت. إذن استعرفوا الأشغال ديالنا أخوات الإخوة اللائحة الوحيدة اللي توصلت بها الأعمال العامة ألقى لكم الأسماء من أجل المصادقة السي سعيد حمزازي السي المهدي عتمون السيد سيدي مختار جماني الأخ عبد الرحمن دريسي الأخ شفيق عبد الحق فاطمة الزهراء السنتيسي الأخ رشيد بن دريوش الأخ اليزيدي نبيل الأخ محمد الأعرج الأخ فاطمة الكحيل الأخ عبد السباعي الأخ عبد الحكيم أبو الخير الأخ سعيد بن معنان الأخت حكيمة الحيطي الأخ عوض عمارة الأخ خالد الحاج الأخت فاطمة الزهراء الإدريسي الأخ محمد جواد الأخ عادل شتيوي الأخ قرطبي إبراهيم والأخت نهاد صافي. إذن هذه هي اللائحة وأدعو المجلس الوطني للمصادقة. إذن الموافقون المعارضون معارضون لا أحد الممتنعون معارضون إذن واحد إذن الممتنع في القاعة إذن صادق المجلس اغلب يعني.